السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف الثالث؟ أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية مجال القرآن الكريم. نتابع معا اليوم الدرس الأول في الكتاب الفصل الثاني لهذا العام مع سورة الإنسان من الآية 1 إلى الآية 18 تلاوة. هيا لنبدأ. اضغط عزيزي الطالب على هذا الرابط وقم بالاستماع إلى تلاوة القارئ لسورة الإنسان من الآية 1 إلى الآية 9 ردد خلفه قدر الإمكان. قبل أن نبدأ بتلاوة الآيات دعونا معا نتعرف ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم. أولا الوضوء، أيضا يجب علينا الاستماع والإصغاء بشكل جيد، المحافظة على القرآن الكريم ووضعه في مكان مناسب، لا أبدأ التلاوة قبل الاستعاذة والبسملة. أيضا من آداب تلاوة القرآن الخشوع وتدبر معاني الآيات. لدينا هنا آيات من سورة الإنسان، دعونا نستمع لتلاوة المعلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. معا سننتقل إلى معاني المفردات الجديدة والتعرف عليها. نطفة أمشاج، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من خليط من ماء. ثانية مستطيرة، أي متفشيا ومنتشرة. إذن هذه هي فقط معاني المفردات الجديدة في الآيات التي قمنا بتلاوتها. شكرا لاستماعكم، بارك الله بكم أحبابي الصغار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاستماع للقارئ والترديد خلفه بشكل جيد.